بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة. تونس تحتفل بهذا اليوم، وهي مناسبة أن أتوجه بها بالتحية إلى المرأة التونسية، وبالخصوص إلى 1,200,000 مرأة اللي صوتوا لي، ولكن بدونهم لربما ما كنتش موجود في المنصب هذا، وللنساء اللي صوتوا لغيري، لأن احنا ماشيين في تكريس مسار ديمقراطي، وهذا لا يمكن بدون مساهمة المرأة، مساهمة فعالة. وأيضا أن المرأة التونسية في تونس تمتاز على نظيراتها في العالم العربي والعالم الإسلامي، لأنها مشيت أشواط لا يستهان بها في تحقيق حقوقها، من تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 إلى يومنا هذا في نسق تصاعدي. واليوم في الحقيقة لابد أن نسجل أن المرأة التونسية اكتسبت حقوق سياسية لا يستهان بها، خاصة وأن في الانتخابات الأخيرة، وفي الحقيقة هي من انتخابات 23 أكتوبر 2011، يعني القائمات اللي نحن سائرين عليها نظام القائمات يعني فيها عدد متوازي بين المرأة والرجل، مرأة ورجل، مرأة ورجل، ولا رجل ومرأة، ومرأة ورجل ومرأة، وهذا متقدمة فيه حتى على بعض الدول الأوروبية. لكن في التطبيق عدد النساء أقل شوية من عدد الرجال في مجلس الشعب، وكذلك أيضا في الحكومة لأول مرة، وأن حكومة فيها 8 نساء، وفي الحقيقة كان يكون أكثر، لكن خير من ما كان قبل، يعني 2 نساء فقط في حكومة، لكن إن شاء الله الحكومات الجاية تكون فيها أكثر. ونحن مواصلين الاهتمام بشؤون المرأة وملتزمين بها، ومعروف أن ما بالعهد من القدم، آخر في شهر اللي فات يعني كنا في أديس أبيبا وأمضينا أيضا اتفاقية تاع عدم التمييز بين المرأة والرجل إفريقيا، ونحن مواصلين في هذا. ولكن الشيء اللي سمعته البارح في معناها في ندوة صحفية، أن 50% من النساء من الآن يقعوا ضحية العنف، وهذا استغربت منه، ظهر لي حتى مبالغ فيه، ولكن حتى لو كان مش مبالغ فيه ما يمكنش مش حالة هذه تدوم، ولابد أن نكون في حالة يقظة ونأخذ الإجراءات الكفيلة بصد هذه الظاهرة السيئة والمهينة في الحقيقة. وإن شاء الله معنا تونس معنا دائما تواصل، يعني من أمام من الآن إلى الأمام في مزيد من التقدم والرقي بالنسبة للمرأة وبالنسبة للشعب التونسي. فهنيئا للمرأة التونسية وهنيئا للشعب التونسي بهذا التقدم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.